أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم همسات في حياتنا. طبعا النهاردة بنعتذر عن عدم وجود الدكتور محمد الغرباوي، وده طبعا لأن هو بيحضر لنا مفاجأة جديدة إن شاء الله هتبقى على السوشيال ميديا وعلى التيفي قريب. وإن شاء الله الحلقة اللي جاية هيكون معانا بإذن الله، يكون خلص اللي بيعملوه النهاردة. طبعا النهارده عايزه اتكلم على موضوع طبعا بيشغل اسر كتير، سواء كانت الاسره المصريه او الاسره على مستوى العالم. اتكلم على مرض التوحد او الذاتويه، طبعا بالاسم العلمي ليه طفل ذاتوي، انما الدارج اللي احنا بنسمعه كتير طفل توحدي او مرض التوحد. طبعا عارفين ان مرض التوحد طبعا بتظهر اعراضه على الطفل قبل بلوغ ال3 سنوات. طبعا هنعرف طبيعة المرض وهنتعرف على تفاصيله وأعراضه وتشخيصه من خلال لقائي مع الدكتورة إيناس البسيوني، استشاري الصحة النفسية والتربية الخاصة. أهلا بحضرتك اهلا دكتورة. بيكي واهلا بكل المشاهدين. طبعا شرفتيني ونورتيني في الحلقة، الشرف سعيدة ليا جدا طبعا، الشرف بوجودك ليا، معايا. متشكرة جدا. بداية كده، أول ما أنا قلت توحد فهتلاقي كل المشاهدين اللي قاعدين قدام تي في بيقولوا إحنا عايزين نعرف الأول إيه هو توحد، يعني انا عايز اعرف ايه هو الكلمة، ايه هي الذاتوية، ايه هو الطفل الذاتوي. هو مبدئيا هي الذاتوية مش التوحد، تمام الاسم العلمي ليه الذاتوية. تمام الذاتوية مش مرض، هو اضطراب، اضطراب نمائي. يعني ايه اضطراب نمائي؟ يعني اضطراب بيصيب الطفل فبيعمل خلل في جميع نواحي النمو بالنسبة له، النفسية والعقلية والجسمية والاجتماعية. تمام طيب ازاي انا كأم في البيت اقدر من خلال مراقبتي لطفلي او لابني او لبنتي اعرف ان هو عنده اعراض مرض اضطراب، سوري، اضطراب التوحد. طبعا انا هتكلم معاكي النهارده مش كاستشاري صحه نفسيه وتربيه خاصه، خلاص انا نسيت التربيه الخاصه النهارده، انا بس جاي عشان اسمعك. لا ازاي بقى، اتفضلي. احنا بنتعلم من حضرتك يا دكتور. شكرا حبيبتي. الام طبعا ممكن تكتشف في البدايه خالص، لان بيبقى عنده خلل في التواصل، خلل في التفاعل الاجتماعي، والتواصل بيبدا عند الطفل من سن صغير جدا، من خلال حتى الطفل الام وهي بترضع رضيعها بتبقى شايفه هو، هل هو باصص لها، هل هو مش باصص لها، هل هو بيتجاوب مع الاصوات، ما بيسمع صوت بيلتفت في اتجاه الصوت دوت ولا لا. الحاجات دي بتبان من بدري قوي. ده احنا علميا بنسميه الانتباه المشترك. لا، هو الانتباه المشترك مختلف شوية. يعني الانتباه المشترك مش اللي هو يعني اعمل له صوت بالمفاتيح كده اشوفه هيسمع صوت مفاتيح او لا. طب انا مثلا وانا بكلمه ونظري راح لحاجة، ابص الاقيه اشوفه هل عينه راحت نفس الاتجاه اللي انا رحت ليه ولا لا. بالظبط تمام بالظبط. فابدا اشوف الطفل عنده تواصل ولا لا، لما بضحك بيفهم انا بضحك ولا لا، لما بيشوفني زعلانه بيبقى مدرك ده ولا لا، بيبقى عنده قراءه لتعبيرات وجه اللي قدامه ولا لا، لما بيسمع اسمه بيلتفت لاسمه ولا لا. في حاجات كتير بيبدا بعد كده بقى لما يبدا يكبر شويه بنلاقي فيه خلل في النمو. يعني مثلا ممكن يمشي ما يزحفش، او يزحف يعني بعد ما يمشي يرجع ينتكس ويزحف، بيبقى فيه خلل في مناحي النمو كلها، مش بس تواصل، مش بس تفاعل اجتماعي، لأن هو اضطراب نمائي بيأثر على كل نواحي النمو. طيب انا كأم بقى هقول لك، طالما بيظهر قبل بلوغ الطفل ال3 سنوات، هي الاسباب اللي ممكن توصلني ان ابني يكون طبيعي ويتقلب يبقى طفل ذاتوي، او ان هو اصلا تظهر عليه اعراض اضطراب الذاتويه او التوحد، سواء كان هو اصلا مولود بيه او هو كان مولود طبيعي وبعد كده ظهر عليه الاضطراب؟ هو انت كده شاورتي على اسباب وجود الاضطراب. هو يا اما اضطراب جيني او هو مكتسب، ولغايه دلوقتي مفيش سبب علمي نقدر نحط ايدينا عليه ان هو ده سبب التوحد. محدش قالك هو ده سبب التوحد، مفيش سبب علمي محدد. بس الطفل الطبيعي وجي بعد كده انت حطاه قدام التلفزيون طول النهار وما بتتكلميش معاه، طبيعي جدا انه يبقى منسحب اجتماعيا، ما يعرفش يعمل اي تفاعل اجتماعي. هتيجي بعد كده تلاقيه مش عارف يتكلم، مش عارف يتواصل معاكي، ده مكتسب. بيبقى له اسباب كتير، اسباب داخليه، عوامل خارجيه مش داخليه.
انما التوحد اللي هو الجيني او اللي هو اصلا طفل مولود بيه، بيبقى يعني في دكاتره كتير اشاروا ان هو بيبقى بسبب خلل جيني بيبقى في الجنين، بس طبعا لا يكتشف سريريا او لا يكتشف بالاشعاعات واللي هو ال 4 دي وال 5 دي والحاجات دي، او بالتحاليل بتحاليل الدم زي ما بنكتشف اللي هو الداون سيندروم. طب خلينا نقول بقى ازاي نشخص اضطراب الذاتوية. هو اهم حاجه التشخيص، اهم حاجه. تشخيص، انا يعني هعرف منه المظاهر الاعراض صح؟ هعرف اذا كان هو اصلا ذاتوي ولا لا. تمام. لو شخصت صح هعرف اشتغل صح. يعني اساليب التشخيص طبعا متعدده، يعني في دلوقتي جيليوم كمان طور نفسه، في مقاييس جديده تم وضعها، بس هو الفكره انك تروحي لحد بيشخص صح، ما تقعديش مع اصحابك ويقول لك ابنك عنده توحد فخلاص ابنك خلاص طفل ذاتوي وانت تصدقي بقى خلاص الكلام ده وتمشي في الطريق ده. لا، لازم تشخصي، لازم تروحي حد متخصص يشخص الحاله. ما ينفعش ان انت تسمعي كلمتين مامتك تقول لك ده ابنك ما بيلتفتش، مش عارفه مين تقول لك ده خلي بالك عشان ابنك ما بيلعبش مع الولاد فيبقى هو كده ذاتوي، او هو الولد التوحد زي اللي بيقولوا عليه. لازم تشخصي صح وتروحي لحد متخصص يستخدم ادوات صح، تستبعدي وجود اي عائق. بس بيبقى فيه مظاهر برضو يا دكتور، يعني دايما بقى احنا من خلال قراءتنا كده في الكتب يقول لك الرفرفه بالايدين، ان هو يقعد على طول اللي هو يقعد يهتز كده يتارجح كده، ان هو ممكن يؤذي نفسه، عنده ميل دايما ان هو يؤذي نفسه ويؤذي اللي حواليه. دي تمام. بتبقى بيبقى جوه فيه جوه التشخيص، جوه المقياس نفسه. ما خلي بالك ممكن طفل يكون بيرفرف بايديه وما يعملش حاجه تاني خالص، ما فيهوش اي مظهر تاني خالص، هل ده نعتبره طفل ذاتوي؟ لا أكيد. لا، بس انت ظهر عليه عرض واحد عرضين، فلما تروحي لحد بيشخص صح هيبدا يجمع. ما هو المقياس مش، ما انت عارفه دكتور، يعني المقياس مش هو هنقول ده واحد زائد أنا واحد نسيت يساوي. النهاردة التربية الخاصة. أنا قاعدة بسمعك. لا، المقياس مش بند ولا اتنين ولا تلاتة وبعدين بيبقى ليه في بعد كده بيبقى درجات مئنية وبنحسب درجات ونحسب شدة الاضطراب ايه وايه الخلل فين بالظبط ونبدأ نشتغل على ايه. ما انت لما بتقيسي صح تعرفي تشتغلي على ايه. انا بتكلم حضرتك دلوقتي على ان انا ام شافت ابنها مثلا عنده رفرفه بايده، شافته عنده سلوك عدواني معين لنفسه تجاه نفسه، فسرته طالما بيأذي نفسه، طالما مش بياخد باله، طالما مش قاعد مش مركز معانا، طالما قاعد مثلا في حاله اهتزاز او حاجه زي كده، طب يبقى انا كده يا ده ابني كده عنده توحد. لا، حضرتك هتقومي واخده ابنك ورايحه لدكتور طبيب اطفال تعرضي ابنك عليه الاول عشان نستبعد وجود اي مشكله. ممكن يكون بيتارجح عشان عنده مشكله في الاذن الوسطى، ممكن يكون بيرفرف علشان اي مشكله جسميه، لازم نستبعد عدم وجود اي مشكله جسميه الاول. ما ينفعش ان انا ابنك قال لك عندك توحد خلاص اروح اشخص عند حد بتاع تشخيص وخلاص اخصائي نفسي وخلاص. لا، لازم تعرضي على طبيب اطفال الاول، طبيب يقول لك ان ابنك خالي من اي مشكله بتعوق او بتسبب اللي ظاهر عليه دوت، وبعد كده تبتدي تتجهي للاخصائي النفسي او ايا كان. يعني الاخصائي النفسي هيبدا يعمل مقاييس وضعت خصيصا لقياس الاضطراب ده، لما يقيس هيقول لك درجته كذا او شده الاضطراب كذا، هنبدا نتدخل من كذا. يعني مثلا انت عندك مشكله في التواصل فنبدا نعمل برنامج للتواصل ونبدأ نتدخل من خلال التواصل، من خلال دوت نبدأ نشوف قدرات ابنك ايه، عنده ايه وناقص منه ايه، وندخل من خلال قدراته. تمام. طب ولو جينا نقول بقى الأكثر تعرض للإصابة بالذاتوية، الإناث أم الذكور؟ الذكور طبعا. الستات احنا عارفين احنا مقاتلات، احنا وعلل بقى. احنا مقاتلات احنا. لا، هي نسبة الذكور أعلى بنسبة بأربعة، يعني أربع أضعاف من الإناث. الحمد لله هم الحمد مقاتلات، لله. هم مقاتلات يعني من هم مولودين بيبقوا مقاتلات شوية. تمام. طيب أنا لسه بقول إن الاضطراب الذاتوية بيظهر عند الطفل قبل الـ3 سنين. طيب تبدأ كلمينا تظهر بقى، أعراضه قبل 3 سنين. كلمينا بقى عن ظهور الأعراض والسن ظهور الأعراض على الطفل، يعني هل ممكن يظهر قبل الثلاث، يعني قبل مدة 3 سنين من أو ثلاث بعد شهور 3 سنين؟ من 3 شهور تبدأي تكتشفي إن في طفل، الطفل ده ذاتوي ولا لأ. طيب. وبنقول قبل 3 سنين ليه؟ لأن التدخل المبكر
بيبقى له عوامل مؤثره جدا مع الطفل الذكوي. يعني الام شافت ابنها لغايه 3 سنين ما اتكلمش، ما سالتيش نفسك ما بيتكلمش ليه، ما مشيش، ما سالتيش نفسك ما بيمشيش ليه، من يوم ما مشي بيمشي على طراطيف صوابعه، ما سالتيش يعني السؤال ده ما سالتيهوش لنفسك. هم بيدخلوا بقى في اتجاهات تانية، اصل ده نقص كالسيوم، اصل ده نمو، اصل ما ده عشان مش كده بقول عارفه لازم ايه. نستبعد ده، لازم تعرضي على دكتور الاول طبيب اطفال وتستبعدي عدم وجود اي مشكله طبيه. تمام. طيب للتوحد او للذاتويه درجات، اه طبعا عايزين طبعا. نعرف بقى درجات. انا مش هتكلم خالص بقى، انا بعمل لك اختبار النهارده. انا جايباكي معايا بختبرك على الهوا. والله والله يا دكتور، هو الفكره انه شده الاضطراب هي اللي بتخلينا نقدر نتدخل او ما نتدخلش. التوحد كذا نوع، يعني ممكن يكون شديد جدا، عنده الاضطراب شديد قوي، فبيبقى التدخل بياخد وقت طويل على مدى طويل علشان نبدا نجيب نشوف نتيجه او نبدا تظهر لنا نتيجه على الولد او الطفل. لو الاضطراب اقل شويه او نسبته مثلا تحت المتوسط، فده نسبه التدخل معاه تبقى عاليه جدا لما نتدخل بقى. عشان كده بنقول ان التشخيص قبل 3 سنين، ندخلي بدري النتيجه بتظهر افضل. كل ما كان التدخل بدري كل ما كانت النتيجه افضل. تمام. أعزائي المشاهدين، طبعا للحديث بقية، وطبعا أنا مستمتعة جدا بوجودي مع الدكتورة إيناس، بس نطلع فاصل ونرجع تاني، انتظروني.